بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما يحب أن يحمد، والصلاة والسلام على المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأبرار الأخيار. سادة المشاهدين الأكارم، على حبي وولائي أهل البيت نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الإمامة وليلة القدر، وحديثنا الشيق والممتع مع الشخصية الدينية العلمية الحوزوية الباحث الإسلامي سماحة الشيخ كويت الأسدي. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وأنتم تطلون مرة أخرى من على شاشتنا، شاشة قناة الإمام المهدي الفضائية. حياكم الله وحيا الله الجميع. تشرفنا تشرفنا، حياكم الله وحيا الله جميع الأخوة والأخوات المشاهدين. سماحة الشيخ، نحن في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن أو ختمنا الحديث، انتهت الحلقة في حديث عن المغايرة، وأنتم ذكرتم بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع المفصل، المغايرة بين الكتاب المبين والقرآن الكريم، وأعتقد أنكم ذكرتم ثلاثة نقاط عن أو أربعة عن هذا الموضوع، ولدينا نقاط أخرى نريد الحديث عنها في هذه الحلقة، فهل لكم أن تطلعونا على باقي تلك النقاط المتعلقة بموضوع المغايرة؟ طبعا بعد الشكر الجزيل لجنابكم لما تفضلتم بتقديمه، والشكر أيضا الموصول للقناة الموقرة لإتاحة الفرصة لهذه البرامج التي نرجو إن شاء الله تعالى أن تكون هادفة وتعمر النفوس والقلوب بالمعارف الإلهية القرآنية العترتية. صحيح حديثنا عن ليلة القدر وعن سورة القدر، لكن الأمر الأول العظيم الذي كان في ليلة القدر هو قوله تعالى أن أنزلناه في ليلة القدر، وأكثر تفصيلا في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طبعا الليلة المباركة من خلال أهم الآية التي تأتي فيها يفرق كل أمر حكيم في سورة الدخان، وبمناسبة هذا الذي ذكر وهو أنه يفرق فيها كل أمر حكيم، وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، نعرف أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر. ما هذا ليس اعتباطا أن يكون الكتاب المبين الذي قال الله عنه ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، الذي قال الله عنه ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، ليس اعتباطا أن يكون إنزاله في ليلة القدر باعتبارها أشرف الليالي التي جعلها الله عز وجل لكل الأمم وليس ل... طبعا هاي الشرفية مولدي. يعني ليست شرفية اعتبارية، هذه شرفية تكوينية وجودية. نعم القضايا الوجودية، القضايا التكوينية، القضايا الغيبية لها قوالب، لها مظاهر، لها تجليات. كالكتاب المبين تجليه الأعظم هو في مجال التدوين هو القرآن. ليلة القدر بما هي ظرف زماني لولا أن لها حقيقة عليا لم تكن محلا لنزول الكتاب المبين وكونه قرآنا. والأمر الثاني العظيم الذي سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى في بقية الحلقات عنه، اللي هو أنه الملائكة والروح كلها تتنزل في ليلة القدر، زين من كل أمر. إذن الآن لنشرع بموضوع حديثنا وهو موضوع النقاط المتعلقة بالمغايرة بين الكتاب المبين والقرآن الكريم. الآية التي الآن أيضا قرأناها وهي قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. طبعا هذا الإنزال والتنزيل آيات الحواميم، سور الحواميم مهتمة اهتمام بالغ به، تنزيل تنزيل. مثلا تجد قوله تعالى أو التفصيل، مثلا كتاب أحكمت آياته ثم هاي مرتبة ثانية، مرتبة التفصيل، زين. مثلا غيرها سوف يأتي إن شاء الله تعالى، لا نستعجل على هذا الأمر. المهم اختلاف المنزلة، النقطة التي يمكن عنوانتها
بهذا العنوان وهو اختلاف المنزلة. شلون اختلاف المنزلة؟ حاء ميم الكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة. هاي آية، لاحظ القرآن يفسر بعضه، القرآن يشهد بعضه على بعض. خو نزل في ليلة القدر أو في الليلة المباركة، من الذي يقول أن تنزيله كان هو القرآن؟ سؤال مو سؤال، هذا مطروح. هذا الآية أو الآيات غاية ما فيها حاء ميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. تعال للآية التي آية أخرى، إنا أنزلناه في سورة يوسف، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. هذا الكتاب المبين شنو؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هذا هو محل الشاهد وهذا هو محل الاستدلال على هذا. إيه. زين. الشيء بعد التنزيل نفسه 100%، قبل التنزيل لو لابد أكو اختلاف. أكيد يكون. وإلا صار الأمر سيان لا معنى لأي قال نزلناه فكان كذا، كان كتابا مبينا والآن أصبح قرآنا عربيا وتقول أنه هو بلا أي فرق. طبعا الحقيقة هي ولكن المختلف ما هو؟ الوجوه والتنزلات والتجليات. القرآن يعبر عنها تنزلات، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. زين، فهنا اختلاف المنزلة، هذا أحد النقاط الأساسية الشاهدة لاختلاف الكتاب المبين عن القرآن بهذا النحو من الاختلاف، للاختلاف المطلق والمباين اللي هو المغايرة بنحو المنزلة، اختلاف المنزلة. فالكتاب المبين منزلته الدانية النازلة هي القرآن، والقرآن مرتبته الصاعدة هي الكتاب المبين، حقيقته العليا هي الكتاب. وكأنه إذا شوي نمثل في التمثيل حسي، أنه القرآن كأنما فتح حبل به نصعد 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 نرتقي وين نوصل؟ للكتاب المبين، لا تلك الحقيقة العليا. ولعله من هذا الباب واعتصموا بحبل الله جميعا، بحبل من الله وحبل من الناس. يعني أكو طرف بين الناس وأكو طرف بيد الله من الله سبحانه وتعالى. وهذه الدقة التي جعلها الله عز وجل في قرآنه، أنه يستخدم هذه، ينزل هذه المقامات العليا ويحاول أن يشبهها بالأشياء الحسية التي حتى هذا جدا مهم. الحديث ماذا يقول؟ إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. طبعا العقول متفاوتة، فبعض الحديث عالي رفيع جدا مع العقول الرفيعة العالية، ثم تتنزل المراتب. مع كل مرتبة يوجد حديث، بمعنى أنه سماحة الشيخ لو جاز لي التعبير، أنه لو افترضنا أن قرآننا الكريم هذا أنزل على بشر رتبتهم العلمية تساوي رتبة الأنبياء والعلماء والأولياء والصالحين، هل سيكون الإنزال بنفس هذا المستوى؟ يعني أن يضطر المتحدث إلى أن يشبه بمحسوس وملموس وكذا لكي تقرب الفكرة في ذهن المتلقى؟ تجاوبكم بعض الجواب. أولا النقطة الأساسية اللي تفضلت بها وذكروها أهل العقليات، بأن القضايا العقلية اللي هي مجردة عن المادة وعن المحسوس، وهو هذا اللي خلى يعني الزنادقة والملاحدة والمائلين لهم يتشبثون لنفي الحقائق أو لإثبات الحقائق اعتكافا على المادة فقط وحسب. خلص اللي يقطع أغلال المادية يعلم أن هناك عوالم أشرف وأرفع، بل حتى نفس هؤلاء الزنادقة والملاحدة هم يؤمنون بحقائق هي غير موجودة في عالم الحس. تقول له وين موجودة؟ يقول لك موجودة في عقلي مثلا أو في ذهني. وهو العقل أيضا، والعقل ما صار شيء مادي، الدماغ هذا مظهر من مظاهر العقل هذا العلم. يعني فد وجود لإدارة الجسم، كنترول لإدارة الجسم، إدارة الجسم ليس إلا. أما الحقائق الكلية موجودة في الدماغ،
لها قضايا جزئية، تحفظ الذاكرة تحفظ قضايا جزئية. فالحقائق المجردة عن المادة تقدم بقوالب تليق بمستويات الناس الذهنية والعقلية. الكتاب المبين له تنزلات، وهذا ما سيأتي. واحدة من تنزلاته الكتاب المستبين، وآتيناهما الكتاب المستبين، النبي موسى وهارون. لكن في مرحلة التعامل مع أمة بني إسرائيل مع الكتاب المستبين، لو كانوا يتعاملون مع التوراة، مع التوراة. أما في مستوى التعامل مع موسى وهارون سلام الله عليهما، كتاب المستبين. لكن في الحقائق العليا، إذا صار بناء النبي أن يتكلم بالحقائق، يذكر الآيات اللي هي التوراتية، كذلك بالنسبة إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وآله مرات يقدمها على هذا الشكل، وهي آيات قرآنية طبعا. وبهذه الكسوة، كسوة القراءة، بل وكسوة ثانية القراءة العربية. أما أن تقول أن هذا القرآن، هذا الشطر من سؤالكم الذي أجيب عنه بنوع من الاقتضاب والحذر، لأنه موضوع حساس فعلا. موضوع حساس. القرآن هذا المنزل الأعظم لا يمكن أن يكون منزلا على غير رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكيفية وبهذه بهذه الكيفية والعظمة التي تكون عاكسة مظهرية تنزيلية لحقائق الكتاب المبين بنحو الشمول. لا يمكن أحد أن يستوعب أو أن يطيق القرآن على ما هو عليه، كما في نبينا. تقول مو إحنا أيضا، لا، نحن نأخذ من القرآن على قدرنا حجينا العزيز. ولذلك نحن، أنا وأنت وغيرنا مفسرين وغيرهم علماء، أدواتهم في فهم القرآن هي الأدوات المتعارفة، اللغة، القواعد العقلية، القواعد العرفية، صحيح لو لا؟ فنحن لا نستطيع أن نغوص في أعماق القرآن زين دون أن نعتمد على القواعد، وإلا كان تفسيرا بالرأي. نحن على هذا المستوى لدينا كثير من التقصير في على هذا المستوى، على هذا المستوى، مع استخدامنا لهذه الأدوات التي بين أيدينا يوجد لدينا تقصير في فكيف بالحقائق العليا للقرآن؟ مرة التقصير بينا، مرة حجينا العزيز، أخواني وأخواتي المستمعين الكرام، هي هاي القواعد، هي هذه شنو، هي هاي قوالب للحقائق يا أخي، هي القوالب اللغوية في بعض الأحيان عاجزة أن تكشف الحقائق كلها أو أن تكون بمستوى الحقائق بسبب عظمها وجلالتها وعظمتها. أي زين، فكيف إذا مثلا نحن أيضا كان لدينا قصور، فهذا يصير قصور على قصور أو قصور على تقصير. زين، هسه احنا إذا النقطة المفصلية الأساسية لبيان المغايرة بين الكتاب المبين وبين القرآن اختلاف المنزلة. النقطة الأخرى اختلاف الجعل. شلون؟ الأدلة. هي كدليل لبيان المغايرة بين الكتاب المبين والقرآن. وهو اختلاف الجعل. شلون؟ نكتفي بهذه الآية الكريمة في سورة الزخرف، حاميم الكتاب المبين. إنا ماذا؟ جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه هذا الكتاب المبين في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. زين، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. شهر رمضان لازم واحد ينتبه كثيرا لقراءة القرآن، تدري يعني مسألة يعني الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله، أو الكذب على المعصومين يعني. فلذلك واحد يعني هو يلتفت إلى القراءة، وأيضا الرواية، خاف الرواية ضعيفة لابد يقول حكي عن الإمام، روي عن الإمام، حتى لا يكون نسبة شيء إلى الإمام. وهذا موضوع مهم سماحة الشيخ، ولعل البعض يفهم السلبية من هذا الأمر، أنه يقول لك أنتم رجال الدين والعلماء يحذرون من قضية الوقوع في مثل هذه الأخطاء فيعزف عن قراءة القرآن الكريم. أنتم أيضا أوجدتم الحل سماحة الشيخ، نريد أن نسمعه منكم، ما الحل لمثل هؤلاء؟ يقول لك لشدة التحذيرات أنني لا أريد أن أفرط في صومي حتى لا أكون قد قلت عن الله أو عن رسوله أو عن المعصومين. نعم صحيح، فدعني أهرب من هذه القضية. يعني الأمر ليس كذلك، يعني بالنسبة للمحاضرين والندوات يستطيع أن يمسك ورقة ويتكلم. نعم. إذا ما هو حافظ الآية. نعم. زين،
في بعض الأحيان الإنسان هو حافظ السورة وحافظ الآية، بس تدري بعد يصير عند الإنسان في بعض الأحيان فد عزوف، فد نسيان، فد سهو معين. هذه الكلام في كونه مفطر التعمد عليه يكون مفطرا، أما في حالة السهو والنسيان لا يكون مفطرا بالحقيقة. إلا أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يحتاط مع ذلك بأن يمسك الورقة، يمسك المصحف الكريم. طبعا بالمنبر عادة لعلهم ما يمسكون المصحف أو ما يمسكون القرآن، ويا ليت والله يمسكون حتى يقرون الرواية من مصدرها، لأنه يعني نكلفهم بحفظ الآيات والروايات أكثر من هذا صعب يعني. إذن اختلاف الجعل هنا يعني إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا المجعول نفسه كان قبل الجعل، لو لابد أكو مغايرة. خذ نفسه معناه الجعل ما سوى شيء، معناه الأمر سيان، وهذا خلاف الوجدان وخلاف الإنصاف وخلاف الظاهر من الآية. فالكتاب المبين جعله الله قرآنا عربيا، والآية التي كانت في ذيل هاي الآيات وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي، إشارة أيضا إلى أن الكتاب لا يجي إلى ذهنك أنه لما جعله الله قرآنا يعني صيره الله، جعل صيره يعني بمعنى أنه ماذا ترك حقيقته، تجافى عن حقيقته. هاي الحقائق أصلا ما تتحرك لأن مو مادية مو حسية. سماحة الشيخ عذرا للمقاطعة، لنقف عند هذه النقطة، سنأخذ منك حديثا مفصلا عنها ولكن بعد أن نذهب إلى فاصل. لا تذهبوا بعيدا سادة المشاهدين الكرام، فاصل القصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مرة أخرى نجدد ترحيبنا بكم سادة المشاهدين الكرام، وباسمكم نرحب بسماحة الشيخ كميت الأسدي، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم أستاذ. وصلنا إلى نقطة من نقاط المغايرة بين القرآن الكريم والكتاب المبين، وكنتم تتحدثون عن نقطة الجعل وأن الشيء المجعول حقيقته قبل الجعل أكيدا تختلف عن ما بعد الجعل. فنريد أن نسمع منكم حديثا مفصلا عن هذا الأمر سماحة الشيخ. يعني لنقول مقتضبا، يعني حتى نراعي باعتبار هذه حلقات بالنتيجة هي حوارية صوتية، ليست ككتاب مكتوب للباحثين، إنما لب الموضوع هو هذه النقطة، وهو أنه الآية تقول، الآيات تقول حاء ميم والكتاب المبين. خوش، عندنا إذن موضوعنا هو الكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا. السؤال، هذا القرآن أو أي شيء بعد الجعل هو نفسه تماما، لم يتغير أي شيء قبل الجعل؟ إذن كان للجعل دور؟ هذا خلاف العقل يعني. خلاف لا يحدث. كان أي أثر للجعل؟ معناها سيان، ما اختلفا تماما هما هما، وهذا إذن واضح أنه خلاف الظاهر جدا وغير مقبول. فإلى هنا أنا أكتفي بهذه النقاط، يعني لا أريد أن أبين كل الكتاب وكل البحث أساسا. إحنا يعني أذكر بأنه إنما دخلنا في بحث الكتاب المبين وبشيء منه ليس إلا لأجل الربط الوثيق جدا بين ليلة القدر وبين الأمر العظيم الأول، أشدد العظيم الأعظيم الأعظم الأول، وهو نزول الكتاب المبين في ليلة القدر. طبعا الآن أتخطر فد شيء جعل ذهني، وهو أنه أنزلت التوراة على موسى في يوم كذا من شهر رمضان، أنزل الإنجيل على عيسى في شهر كذا من شهر رمضان، أنزلت صحف إبراهيم صحف موسى في شهر رمضان. هذا شهر رمضان جعل وعاءً للكتاب المبين، وجعلت ليلة القدر لب شهر رمضان، الوعاء الأعظم والأساسي لتنزل الكتاب المبين
وجعله قرآنا. بمعنى أنه سماحة الشيخ هكذا أيضا ورد في ذهني هذا السؤال، ما يعني لا أعلم إن كان إراده في هذا المكان صحيح أو لا، ولكن خاطرة وردت في ذهني، هل هنالك تجليات للكتاب المبين في العالم الآخر غير هذه؟ بلا مشكلة. وهذا الاستمرار بالبحث هو اللي يبين هذه القضية. ويكفينا قوله تعالى وآتيناهما الكتاب المستبين، بل إذا استعرضنا جملة من الآيات تتحدث عن أن هناك كتابا واحدا نزل مع جميع الرسل واستقى منهم كل بحسبه. لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أكمل خلق الله على الإطلاق، فناسبه، يعني مو قضية جزافية، ناسبه أن يكون عنده وعليه التنزل الأعظم للكتاب المبين. ولاحظوا حجينا العزيز الفرق بين حاميم والكتاب المبين، وقلنا سابقا في الحلقات الماضية أن المبين مو فقط للبيان، بل بمعنى اسم الفاعل المبين، وبين وآتيناهما الكتاب المستبين. الفرق بين المبين والمستبين في هذه السين، وهذه السين هي سين الاستفعال، لذلك نقول استبيان. الاستبيان مو مثل البيان، فلذلك المستبين ليس كالمبين. الأصل واحد، الحقيقة واحدة، لكن الرتبة في المبين أعلى من المستبين. لذلك ناسب، مع أنهما طبعا سلام الله عليهما أنبياء عظام رسل، بل النبي موسى عليه السلام من أولي العزم طبعا، ويعني هارون عليه السلام شوي هاي طلعة بسيطة، هارون عليه السلام هو أنسب نبي في شرعة موسى لموسى عليه السلام، مو صحيح؟ فلذلك أقرب شيء رتبة لموسى هو هارون عليه وعليه السلام اثنينهم، وعلى جميع الأنبياء. للنبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام. إن شاء الله سيأتي الحديث عن هذا الموضوع. ولذلك لو فرضنا أن هناك نبيا ولو كان رسولا، بل لو كان من أولي العزم، كان أقل من رتبة موسى، حيث أن هارون عليه السلام مساوي لموسى، فيكون ذلك النبي أو الرسول وعلى الفرض من أولي العزم يكون أقل من النبي هارون. وبهذا المناسب أيضا علي مني بمنزلة هارون من موسى، لذلك لما كانت منزلة النبي محمد صلى الله عليه وآله هي أرفع منازل العالمين، لا أنبياء مرسلين ولا ملائكة مقربين، مع أنهم كاملين، ها مو القضية أنه العياذ بالله بهم نقص، كمان يوجد هنالك مراتب في كامل وأكمل، مو كامل وناقص. ولذلك من هنا لما لم يكن شيء أقرب رتبة إلى موسى عليه السلام حتى كان كنفسه أو نفسه هو هارون، فبهذه العلقة والنسبة والترابط الإمام علي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا رد على الذين يقولون أنه رابع، يعني من هنا، فإحنا إذا نخلي النبي موسى عليه السلام في مرتبة كل ما دونها، ها هارون مع موسى في رتبته وهو أيضا متعالي عما دون موسى. والغريب في الأمر أن الذين يعادون علي بن أبي طالب أو الذين لا يعتقدون بعلي كما أنتم تفضلتم الآن، هم يوردون هذا الحديث أنه مني بمنزلتها. من الأحيان لا تغافل أو غفلة، أو في بعض الأحيان جحود لهذه الحقائق، يعني للأسف يخلون أمير المؤمنين في مصاف الناس العاديين. أمير المؤمنين مو أنا وأنت، الرسول صلى الله عليه وآله جعله في مصافه كمصاف هارون من موسى. أنت ليش تعتدي على رسول الله يا أيها المخالف وتقول علي بن أبي طالب تخليه ثالث رابع خامس؟ ليش تخليه في مصاف الناس العاديين؟ أخر هذا اعتداء على رسول الله. أنت تدعي أنا على سنة رسول الله، إذا أنت مؤمن بسنة رسول الله تخلي علي بن أبي طالب عليه السلام في المنزلة التي وضعها رسول الله بأمر الله. يا منزلة علي مني، ما قال علي كهارون أبدا.
علي مني بمنزلة هارون من موسى، مو علي بمنزلة هارون لا ولا بمنزلة موسى، علي مني المن يعني أنتم لا تتكلمون عن علي في منزلة موسى عليه السلام، لا تتكلمون عن علي في منزلة هارون، اتكلموا عن علي في مصاف رسول الله صلى الله عليه وآله. هو أشرف من موسى، أعلى رتبة من موسى وهارون. فأنت ما يليق بك أن تجعل علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله وما قاله، ها؟ تجعله في منزلة موسى وهارون. صحيح مو نبي، لكن من قال لك أن النبوة هي المعيار الفاصل التام في الأفضلية؟ هذا أصلاً ما موجود عليه دليل من القرآن، هم جعلوا عقيدة لهم. بالعكس، الآيات التي تتحدث عن الإمامة يعني تلاحظ أن فيها مرتبة علوية. مولانا العزيز لاحظوا، هاي مو الآية الآن ذكرناها وآتيناهما الكتاب المستبين؟ ليش لما جاء موسى عليه السلام بخدمة الخضر عليه السلام، ها، ماذا قال له؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. يا ليش ما أصبر؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وهو موسى، وهو موسى اللي عند الكتاب المستبين، والعبد الصالح حتى لم يشاء الله عز وجل أن يذكر اسمه. يعني ما كان معلوم أن لو كان نبي لذكر أنه نبي. هسه ما أدري بعضهم جعلوه نبي، لا يعني ما كفت شيء يقيني قطعي حجة بينك ما بين الله تلتزم به على أنه نبي أصلا. وكان يعلم طبعا، ها، ذكر في محله أنه موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لكن الأفضلية أفضلية مو مطلقة، أفضلية من حيثيات أكثر من حفظ من أفضلية الخضر من موسى من هذا الحيث. المهم شاهدنا هسه نرجع للأصل. لا بأس، يعني هذا الحديث مهم وشيق، ولعل فيه فائدة نحن نلفت أنظار السادة المشاهدين أننا حينما نقرأ القرآن الكريم لا تجد 10 آيات إلا وهي تتحدث في طياتها عن الأمم السابقة، هكذا كانت أمة موسى، هكذا كانت أمة هارون. فهذا الكلام يقدح في أذهاننا ما العلة من إيراد هذا الكم الهائل من قصص الأنبياء والأمم التي سبقتنا. نعم، هذا كل لأجل التفكر، أليس كذلك؟ وهي أمثال ضربها الله تعالى في كتابه. على أي حال، فإذا القرآن الكريم هو التنزل الأعظم والتجلي الأعظم للكتاب المبين، والكتاب المبين هو الكتاب الجامع. وقلت لكم وعدتكم بأن أقرأ يعني جملة من الآيات التي تشير لذلك. مثلا لاحظوا معي الآية الكريمة، وإذ آتينا موسى الكتاب وشنو والفرقان، كتابين عند موسى، بينما اللي في أذهاننا شنو؟ بس التوراة. قول إنجيل بعدين أجي. هنا الآية قاعد تقول وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. زين، الكتاب المستبين قرأنا الآية وآتيناهما، يعني هم موسى هم هارون، وسماه مستبين. بعد لاحظوا معي هذه الآية آية مفصلية عظيمة فيها مطالب شامخة كثيرة. قبل أن نشرع في هذا، ورد أيضا في خاطر في ذهني البعض يقول لك هل من الممكن أن نقول أن هذه التوصيفات التي ذكرت فرقان وغيرها هي، وإن كنا قد تحدثنا أعتقد في الحلقات السابقة ولكن لا بد من التنويه، توصيفات للكتاب المبين، وصف أنه مرة يكون فرقان. طبعا هو هنا لاحظوا يا إذ آتينا موسى الكتابة، فمرات الكتاب المبين يذكر بلفظ المبين، وقد يذكر بلفظ المنير، وقد يذكر واحدا الكتاب. وهذه أيضا توجد فيها نكتة علمية، وهي إشارة الألف واللام إشارة إلى الكتاب الذي نزل مع جميع الأنبياء، لابد كتاب واحد يعني شخصي واحد، هذا الأقرب لغة. وأستشهد لهذا المطلب بهذه الآية، أقرأها: كان الناس أمة واحدة، ثم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. لما قالت النبيين بعثهم الله مبشرين ومنذرين، ترك بعد نبي له كل النبيين، الحديث عن جميع النبيين صح لو لا؟ فبعث الله النبيين ألف لام النبيين اللي هو ألف لام داخل على الجمع تفيد العموم الاستغراقي، مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب. مع كل الأنبياء هذا كتاب واحد، وهذا خير دليل على ما نتفضل به بلا أشكال. زين،
وأنزل معهم الكتاب بالحق. طبعا بالحق، لأن هذا التنزيل تنزيل معصوم حقاني لا يشوبه أي باطل. مثلا لاحظوا آيات أخرى حتى الشواهد تكثر، خاف عند واحد الشك كذا. مثلا في حق النبي عيسى عليه السلام قال الله تعالى عنه: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهذا شاهد آخر على أن الإنجيل غير الكتاب، غير الإنجيل. نعم. زين، إضافة إلى التوراة والحكمة. زين، آية أخرى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله سبحانه: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بأي شيء؟ جاءوا أولا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الكتاب جمع له خلاه واحد. واحد والكتاب المنير. الزبر جمع زبر، وزبر يطلق على بقية الكتب التي كانت، مثلا زبر موسى هو التوراة، زبر عيسى عليه السلام هو الإنجيل، زبر رسول الله صلى الله عليه وآله هو القرآن، الكتاب اللي كان مع داود سمي الزبور. فكما أن لكل نبي كتابه الخاص به، أكو كتاب منير، كتاب مع جميع الأنبياء. إذن الآيات تتعاضد فيما بينها لإثبات، تتعاضد، وكثير أيضا هناك شواهد عديدة لبيان هذه القضية المهمة. إذا عندكم حجينا العزيز نقطة لتتوقفون عندها في هذا المجال فبها ونعمت، وإلا حتى نستمر. لا، نريد منك أن نستمر في هذا الحديث لإعطاء أكثر مزيد من الأدلة والإثبات. لما فهمنا هذا فتشاهد، نحن لم يتبقى إلا الوقت القليل، يعني كم بقى حجينا حتى نفتهم؟ دقائق معدودة، يعني دقائق معدودة، أربع دقائق. فنحن هنا لما فهمنا أن الكتاب تبين، هسه سمي كتاب مبين لا تسمي كتاب مبين، المهم عندنا شيء حقيقة اسم الكتاب وهو حقيقة واحدة. ليقول له لجنس الكتاب، جنس الكتاب خو يدخل في جنس الكتاب التوراة، يدخل فيها الإنجيل. فأي معنى بعدين يقول وآتيناهم علمناهم الكتاب والتوراة والإنجيل؟ هذا ما له معنى، والحكمة ما له معنى إذا كان المقصود بالكتاب هو جنس الكتاب. فلا بد أن الإشارة في هذه الآيات الكريمة إلى ماذا؟ إلى وحدة الكتاب، إلى شخصية كتاب واحدة هي الكتاب المبين. زين، هذا الكتاب المبين بشاهد أنه نزل فكان قرآناً عربياً، بشاهد أنه جعله الله قرآناً، وفهمنا أن القرآن هو تنزيل الكتاب، فمن هنا هذا شوية التعبير خاف، تصعيد القرآن إيش راح يصير؟ هو الكتاب المبين. تصعد بالقرآن وين توصل؟ للكتاب المبين. تنزل ويا الكتاب المبين وين توصل؟ للقرآن. لكن أنت من تنزل ويا هذا النزول الكتابي في الكتاب المبين، إذا أخذت هاي الجهة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن يقوم مقام رسول الله يكون عندهم أعظم التنزلات وهو القرآن. وتدري كما أن الأنبياء هم علمونا أن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ليش الأنبياء عليهم السلام مع أن عقلهم عقل كامل لكن العقل بدرجة واحدة لو متفاوتة؟ لا، هنالك أيضا رتب عديدة من الأنبياء بعضهم، القرآن أيضا يصدق منطق. هذا منطق، أولا هو منطق بشري، منطق قرآني، منطق وجداني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله يمثل العقل الكامل بل الأكمل، مو فقط في البشر، في كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فناسبه أن ينزل عليه وأرجو الالتفات إلى فد نقطة هناك، لما مر على موسى وهارون ما قال آتيناهم الكتاب المبين، قال المستبين، صار بها سين استفعال. وفرق بين الاستفعال والإفعال، مو هكذا؟ بينما لما أجي على رسول الله صلى الله عليه وآله
التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وآله. حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة القدر، والآيات وإن شاء الله نشير لها تشير إلى تنزله على من؟ على قلب النبي صلى الله عليه وآله. سماحة الشيخ، في الحقيقة يعني بودنا أن لا نترك الحديث معكم وأنتم تتحدثون عن هذه الحقائق، ولكن هذا ما يسمح به وقت البرنامج. في ختام هذه الحلقة نتمنى لكم سماحة الشيخ دوام الموفقية، وأنتم تريدون هذه البحوث المعمقة والمهمة جدا في قرآن الكريم. شكرا لكم سماحة الشيخ. شكرا لكم سادة المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والاستماع، آمرين أن نلقاكم في حلقات أخرى من هذا البرنامج. إلى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.